السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في المعجم القانوني العملي للسادة القانونيين. القضاء، القضاء لغة هو الإحكام والإتمام، لقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. والقضاء اصطلاحا هو تلك المؤسسة التي تقوم على الفصل بين المتخاصمين أو المتخاصمين أو المدعين، فهي التي تحسم الدعوة، والدعوة القضائية تنحسم بالحكم القضائي. القضاء تنتمي إلى جذر لغوي هو قضي. مفردة القاضي تكتب إذا ما جاءت مفردة بغير ألف ولام وغير مضافة، تكتب بتنوين يسمى تنوين العوض، فتقول قاض، قاف ألف ضاد ثم تنوين مكسور دائما. لماذا؟ لأنها اسم منقوص، وهو ذلك الاسم المعتل الذي في آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها: قاض، هاد، ناد، شاد. عندما تكتب كلمة القاضي بالألف واللام يجب عليك حتما أن تظهر هذه الياء، وعندما تضيفها يتوجب عليك أيضا أن تظهر هذه الياء، فتقول قاضي المحكمة، قاضي الموضوع. أظهر الياء في حال الإضافة وفي حال تحلية الاسم بأل، هكذا فلتكن ناطقة وهكذا فلتكن متألقة. دمتم متألقين، نبلاء، نبغاء، فصحى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.